بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أحب أن أتوجه بأخلص آيات الشكر والتقدير لتونس الحبيبة رئيسا وحكومة وشعبا على جميع مواقفها المعروفة عبر التاريخ مع أشقائهم في ليبيا. بالتأكيد هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون المشترك بين البلدين. أشقاء في ليبيا يأتون إلى أشقائهم في تونس من أجل التخطيط لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية بين البلدين وتعزيز هذه العلاقات التي بإذن الله ستكون في صالح تونس وليبيا معا. بالتأكيد وكما يعلم الجميع أن تونس تعتبر عمق استراتيجي لليبيا، وكذلك تعتبر ليبيا عمقا استراتيجيا لتونس. المصلحة تتطلب من كلينا معا، أي في ليبيا وتونس، أن نبحث عن طرق حقيقية للتعاون المشترك والمتبادل من أجل إحداث تنمية مستدامة يستفيد منها الشعبين وتطوير هذه العلاقات. شكرا جزيلا وبارك الله فيكم.